لما كنت توجيهي كانت أمور الدراسية مخربطة شوي، فدخل علي سيدي الشيخ نوح القضاء رحمة الله عليه، أبي يطمن علي وبيسألني عن أمور الدراسية كيفية. فقلت له والله يا جدي الأمور معسرة وملخبطة ومش ماشية زي ما بدي. فقال لي هات ورقة وقلم يا عمر، خلينا نكتب هالدعاء وكرره 3 مرات قبل الامتحان. كتب لي على الورقة: اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بها بنور الفهم، وتوضح لي بها ما أشكل علي حتى أفهم، وعلى آله وصحبه وسلم. والله من يوميتها وبحمد رب العالمين سبحانه وتعالى واموري بهالامتحانات ميسرة. تعلموا هالدعاء وارسلوا لواحد عنده امتحانات.